البرلمان موفى تلفزيون النهار أحمد مدني. أهلا بك أحمد. أهلا زميلتي إيمان. أحمد، تجديد هياكل البرلمان يعني أكيد تسيل لعاب الكثير من نواب الحزب العتيد، أين وصلت العملية التي انطلقت ربما منذ صباح اليوم؟ لتذكير ولتصحيح فقط زميلتي إيمان، العملية لم تبدأ بعد، فهي مقررة على الساعة 6 زوالا، إذا ساعات قليلة وتبدأ عملية انتخاب الهياكل على الغرفة السفلى لحزب جبهة التحرير الوطني. للإشارة فقط، هناك 217 نائبا فيختارون نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورؤساء اللجان والمقررين. وتعتبر هذه العملية تقليد سنوي في المؤسسة التشريعية. نعم، وهل هناك توافق أحمد على مرشحين معينين أم هناك دائما تجاذب بين الجناح المناوئ والموالي؟ صراحة حيث كنت في أروقة البرلمان لحد الساعة لم تتكرر أي أسماء لحد الآن، هناك سباق محموم وهناك جولة كبيرة وهناك استعمال لجميع الوسائل البصري بمقعد مسؤولية نظير الامتيازات المادية والكبيرة التي يوفرها هذا المنصب من المسؤولية. نعم، لكن من خلال الكواليس هل لاحظتم ربما حرب كواليس التي دارت قبل أسابيع؟ طبعا هناك طبعا حرب كواليس، هناك جهات معينة، حتى المال، هناك حتى الوعود، هناك حتى الجهوية، إذا هناك الكثير من الوسائل يستعملها نواب حزب جبهة التحرير الوطني للسفر بمقعد مسؤولية، في سواء كنواب رئيس المجلس الشعبي الوطني أو كنواب رؤساء اللجان أو كمقررين. نعم، شكرا جزيلا لك أحمد مدني موفى تلفزيون النهار إلى مبنى البرلمان، ننتظر أن توفينا بمزيد من التفاصيل.